إذن دخلت أزمة النفط الليبي نفق مظلم، لا سيما بعد إغلاق المزيد من الموانئ والحقول الرئيسية على خلفيات سياسية في شرق البلاد وفي جنوبها، وسط تصاعد لمؤشر الخسائر، أيضا بالإضافة إلى هذه التحذيرات من مآلات خطيرة تمس جودة حياة المواطن في ليبيا ما لم يتم استئناف عملية الإنتاج والضخ فورا. للمزيد من التفاصيل حول تأثير إغلاق الموانئ الليبية على صادرات النفط ينضم إلينا من طرابلس السيد ومعالي السيد محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. أبدأ مع حضرتك، هناك تضارب في الأرقام في هذه المرحلة لجهة إنتاج ليبيا من النفط، كم تنتج ليبيا الآن واليوم من النفط وكم تصدر لو سمحت؟ مرحبا بكم وبقناتكم الشرق بلومبرغ. للأسف الشديد مصطفى صنع الله حجب التقارير اليومية عن الإنتاج على وزارة النفط. تم إعلام الحكومة بعثت له 3 رسائل لم يستجب لها إلى الآن، ولا زال يحجب هذه المعلومات. اللي الإنتاج من خلال التقديرات ما زالت شركة الخليج العربي تنتج وتصدر من ميناء الحريق النفطي، وشركة أكاكوس للعمليات النفطية، وشركة مليتا للنفط والغاز في الحقول البحرية، وشركة توتال في الحقل البحري. هذه الحقول التي لا زالت تنتج وتصدر في النفط الخام ربما في حدود 600 إلى 700 ألف برميل. طيب معالي الوزير، يعني في ظل حديث حضرتك على أنه ربما لا توجد أرقام دقيقة لما تنتج ليبيا من النفط وما تصدر، على الأقل ماذا عن الموانئ؟ ما هي الموانئ المغلقة بالتحديد؟ حقول النفط التي ما زالت مغلقة، ونعلم بأنه تم الإعلان في أكثر من مرة في الأشهر الماضية عن حالة القوة القاهرة، آخرها في ميناءي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي، فلو تعطينا فكرة مفصلة لو سمحت عن هذه الحقول. لا زال في المنطقة الغربية حقل الفيل النفطي ينتج في حوالي أقل من 70 إلى 75 ألف برميل متوسط، ما زال مقفل. ميناء زويتن النفطي وحقول شركة زويتن النفط مقفلة، حقول شركة السرير للعملية النفطية مقفلة، ما زالت شركة الخليج العربي تنتج في حوالي 300 ألف برميل يوميا وتصدر من خلال ميناء الحريقة. ميناء بريغا مقفل وتم اعلان قوة القاهرة، وحديثا تم اعلان قوة القاهرة على ميناء السدرة وميناء راس لانوف، وبالتالي انتاج شركة الواحة وانتاج شركة الخروج للعملية النفطية يعتبر مقفل. مرحبا بك معالي الوزير. هل يوجد احصائيات محددة لقيمة الخسائر المترتبة جراء هذا الإغلاق؟ لا، الحقيقة وزارة النفط والغاز شكلت لجنة لهذا الغرض، ولكن لم تحصي تحديدا قيمة النقص في الدخل الدولة الليبية في الفترة الماضية، وسيتم حساب ذلك بداية من الإقفالات التي بدأت في 16 أبريل الماضي، وسيتم حسابها حال فتح ولا رفع الإقفالات عن الحقول والموانئ النفطية. كيف يمكن بناء ميزانية الدولة معالي الوزير ونعلم أنها تعتمد ليبيا على تقريبا 90% من صادراتها في الميزانية، كيف يمكن بناء ميزانية الدولة في ظل هذا التذبذب في مسألة الإنتاج وأيضا مسألة التصدير؟ والله واضح أن طبعا ميزانية الدولة تم حسابها من طرف المؤسسة على أساس 60 دولار للبرميل وكمية إنتاج حوالي 1,200,000 برميل نفط خام، جزء منها يتبع حصة الشركاء الأجانب وجزء منها يتم تكريره داخل البلاد، والدخل الصافي حسب على أساس 60 دولار للبرميل. الآن السعر ارتفع، يعني لو يتم تدارك خطأ هذا في الإقفالات بسرعة بالإمكان تعويضه باعتبار أن السعر تغير 60 إلى أكثر من 100 الآن. نعم معالي الوزير، يعني فقط نذكر بأنه كان هناك بعض الأرقام التي أدرجتها الكثير من المصادر المختصة فيما يتعلق بالنفط والغاز فيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن الإغلاقات. بحسب هذه المصادر تجاوزت هذه الخسائر في ليبيا 16 مليار دينار ليبي، أي نتحدث عن 3.32 مليار دولار بسبب هذه الإغلاقات المتكررة والقوى القاهرة، الإعلان عن القوى القاهرة وعدم الاستقرار
القرار السياسي وهذه الاضطرابات. السؤال، هل من صيغة مطروحة، هل من مشروع مطروح على الطاولة من أجل تحييد هذا الملف النفطي وهذه الحقول النفطية عن أي اضطرابات سياسية بين شرق وغرب البلاد؟ والله منذ بدأ الإقفال في 16/4 شكلت وزارة النفط والغاز لجنة سميناها لجنة الإقفالات، تواصلت ولا زالت تتواصل مع كل الأطراف الفاعلة في الدولة الليبية، ولا زالت مستمرة في هذا المجهود. ونأمل من خلال هذا المنبر ومن خلال المنابر السابقة تقدمت بدعوة ملحة لكل الفاعلين ولكل من قام ب إعطاء توجيهات أو تعليمات للإقفال، سواء من الجهات الرسمية أو غيرها، أن يتم تدارك الخطأ الذي وقعوا فيها اللي هو في حق الدولة الليبية وأثر على الدولة الليبية في شتى المجالات، تبدأها من الكهرباء. الكهرباء الآن عندنا طرح أحمال في كافة مناطق الدولة الليبية، حتى في الجهات التي أصدرت تعليمات للإقفالات في حرس المنشآت النفطية بالإقفال للأسف الشديد يعني. وأدعوهم من هذا المنبر نعم. مرة أخرى أن يغلبوا مصلحة الوطن العليا. طيب. معالي الوزير، فيما يخص الخلاف الدائر ما بين وزارة النفط وأيضا المؤسسة الوطنية للنفط، ما هي آفاق وسيناريوهات أيضا حل هذا الخلاف؟ والله هو الحقيقة هو مش خلاف، هو عدم تقيد مصطفى صنع الله بالقوانين والقرارات المنظمة لقطاع النفط باختصار شديد جدا جدا، وارتكابه لحماقات ولجرائم اقتصادية ولكوارث نفطية سببها للمكامن النفطية وتعسف في حق الموظفين وعدم الانصياع للتعليمات. هو بالقانون ملحق المؤسسة الوطنية بنص المادة 2 في القرار 10 والقرار والقانون 24 سنة 70 لإنشاء المؤسسة النفط، هي مؤسسة ذراع فني صرف لا علاقة له بالسياسة لا علاقة له بالسفراء، وهو يستقوي بالطرف الأجنبي في عمله وغير كفؤ لإدارة مؤسسة بهذا الحجم وبهذه الأهمية للدولة الليبية. أنا تقدمت من حد استلمت تقدمت بمذكرات رسمية لرئاسة الحكومة، وتقدم أعضاء من مجلس النواب دفعتين من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمذكرات رسمية إلى السيد رئيس الحكومة لتغيير مجلس إدارة المؤسسة النفط. أعتقد الآن في يوم 23/6 في الاجتماع اللي عقدت الحكومة في جادو، السيد الرئيس اقتنع الآن أنه لا بد من تغيير مجلس إدارة المؤسسة النفط وإزاحة مصطفى صنع الله من رئاسة المجلس. طيب، إذا خلافات مستمرة معالي الوزير. أسألك عن بداية عن العوائد النفطية، يعني نعلم بأنه حقول النفط بشرق وبجنوب ليبيا الإيرادات تحصل عليها الحكومة في غرب ليبيا، وبالتالي كيف يتم التعامل مع هذا الملف الشائك؟ لطالما كان الحديث عن إيرادات النفط هو موضوع شائك لم يتم البت فيه، وبالتالي هل من رؤية لدى حضرتك أو هل من توجه جديد لحل هذه المسألة، يعني على الأقل لكي يستفيد المواطن الليبي أينما كان، إن كان بالشرق أو بالغرب أو أي مكان على الأراضي الليبية؟ هو في الحقيقة المواطنين الليبيين مستفيدين سواء في الشرق أو جنوب وغرب البلاد من هذا الدخل، توزع لكن معالي الوزير هناك استياء لدى المواطن الليبي، هذا ما يجعل هذا المواطن يعني يتظاهر ويعبر عن سخطه، وهم أيضا الذين دفعوا إلى الإعلان عن القوة القاهرة لإغلاق هذه الموانئ النفطية والحقول النفطية، وبالتالي يعني يبدو بأن المواطن غير راضي. لا، المواطنين أبرياء من موضوع الإقفالات، لم يتدخل أحد من الأعيان أو المسؤولين، قصدي المسؤولين الشعبي المواطنين العاديين، لم يتدخل أحد منهم لأي موقع نفطي ولم يغلق أي صمام ولم يفعل أي شيء. اللي حصل تعليمات واضحة ومحددة إلى جهاز حرس المنشآت النفطية الذي أعطى التعليمات لحجرات المراقبة في المواني والحقول للإقفال النفط، لم يتدخل أي أحد. حرس المنشآت النفطية مهمته حراسة المنشآت وعدم السماح لأي إن كان بالدخول لهذه المنشآت أو قفل الصمامات أو قفل الحقول أو قفل الأبار. وبالتالي المعاناة هذه طبعا كنا نعاني كمواطنين ليبيين من الكهرباء، من المشاكل هذه، مشاكل مزمنة لفترة طويلة جدا
نعم معالي الوزير، هذه الأزمة المزمنة كما تقول حضرتك لجهة الحقول النفطية والسيطرة عليها، وبالتالي انعكاس ذلك على إنتاج ليبيا من النفط ومن ثم التصدير. نعلم بأنه ليبيا هي جزء من أوبك، كيف تقوم ليبيا بالموازنة بين هذا الوضع الداخلي الغير مستقر وهذه الاضطرابات التي تنعكس بشكل أساسي على هذا الملف النفطي الذي للأسف لا تستفيد منه ليبيا ومن عائداته المرتفعة في هذه الفترة، وبين التزاماتها مع أوبك ومن يعوض هذا النقص؟ والله احنا الحمد لله منذ سنة 2011، الفضل يرجع للسيد عبد الله صالح البدري الأمين العام لمنظمة أوبك آنذاك، في استصدار قرار من أوبك آنذاك أن لا تدخل ليبيا في أي تخفيضات نفطية، واستمر هذا الوضع. ونشكر أوبك إلى الآن أنه تم استثناءنا من أي تخفيضات في المدة الماضية. في سنة 2016 تم الاتفاق مع بعض الدول اللي هي خارج لوبك برئاسة روسيا وبعض الدول الأخرى، وتم الاتفاق على تخفيض كميات كبيرة من الإنتاج. تم استثناء دولة ليبيا ونيجيريا وإيران من هذه التخفيضات باعتبار الوضع السائد لديهم لا يسمح لهم بالتخفيض، وبالتالي نشكر وما زال نشكر لوبك على هذا الموقف. بما أننا نتحدث معالي الوزير عن أوبك وأوبك بلس، تفضل معالي الوزير. المشكلة هي داخلية في ليبيا، يعني احنا لم تتاح له الفرصة لقطاع النفط أن يرجع إلى مستوى الإنتاج اللي كان مسموح به من فترة طويلة وكان ينتج فيه قبل سنة 2011. نعم معالي الوزير، نبقى في هذا الإطار أوبك بلس وأيضا أوبك، نتحدث عن التعاون، حجم التعاون الحالي ما بين ليبيا وروسيا من خلال شركتي غاز بروم وأيضا تات نفط، وأيضا من جهة أخرى هل هناك مباحثات ما بين ليبيا والاتحاد الأوروبي؟ أنا في كوزير النفط والغاز لم يتصل بي أحد من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، لم يتناول معي أي برنامج يخص زيادة الإنتاج نفط والغاز إلى أوروبا بسبب الأزمة الحالية. ماذا عن روسيا؟ قصدي يعني شنو؟ نعم روسيا حجم طبعا التعاون الروسي، نعلم أن هناك شركات تعمل في ليبيا، غاز بروم وأيضا تات نفط. هي الشركة تات نفط هي اللي أعتقد كان عندها اكتشافات نفطية، بس شركة غاز بروم كان لما أعلنت القوة القاهرة في سنة 2011 وما بعدها تم خلاف كبير بينهم وبين المؤسسة على هذا الموضوع، وفي سنة 2014 زادت كان عندهم قطع بحرية وبرية كانوا على وشك البدء في عملية استكشاف، ولكن يبدو أن تمت إضافة بعض جنود المقاطعة عليهم من الإدارة الأمريكية، وبالتالي بالنسبة للقطع البحرية لا أعتقد أنهم يستطيعوا استكشافها باعتبار أن تم تحديد الأعماق المائية التي يمكن استعمال التقنية الأمريكية فيها، وبالتالي أعتقد سيواجهون بعض المشاكل. تمت بعض المراسلات بيننا ولكن لم يتم إلى الآن الوصول إلى نتيجة لهذه المحادثات والمناقشات. معالي الوزير، اسمح لي أسأل حضرتك سؤال أخير، نستفيد من خبرتك الكبيرة وحضرتك وزير للنفط والغاز في ليبيا. هناك توقعات الآن لأسعار النفط متباينة ومتناقضة في بعض الأحيان، على سبيل المثال أحدث هذه التوقعات بحسب سيتي جروب بأنه قد تهوي أسعار النفط سعر البرميل، قد يهوي إلى 65 دولار للبرميل، نتحدث طبعا على نهاية هذا العام والعام المقبل. البعض يرى بأنه لا، قد ترتفع الأسعار. حضرتك هل من توقعات لديك حول سعر برميل النفط في المرحلة المقبلة؟ والله شخصيا أعتقد أنها تتراوح في نفس هذا المستوى، لأن لا أعتقد الدول خاصة الدول الفاعلة في الساحة العالمية زي الولايات المتحدة الأمريكية، زي الصين، زي روسيا، زي بريطانيا، زي ألمانيا، زي غيرها، هيسمحوا لشعوبهم بعد أزمة الكورونا ومختلف المشاكل أن يسمح لاقتصادهم أن يتدهور لهذه الدرجة المخيفة، لزيادة الأسعار بشكل مخيف أو انخفاض الأسعار بشكل مخيف. فأعتقد أن السعر ربما يستمر في التراوح في هذا المستوى يعني.
مستوى يعني 65 دولار، أنا أتحدث عن المستوى الحالي اللي هو فوق في ال 100 دولار. أعتقد حيتراوح بين 80 إلى 100 دولار في تقديري شكرا يعني. جزيلا، نعم شكرا جزيلا لك معالي الوزير محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا على وقت حضرتك.